استكمال المحاضرة السابقة في Transient Heat Conduction وصلنا إلى هذه المعادلة. حقيقة هنا إذا نجي نطرح معادلة 11، هاي المعادلة من هذه المعادلة طلع لنا معادلة أخرى اللي هي لين ثيتا أوف تي ناقص لين ثيتا إنيشال ساوي ناقص أم تي. هاي المعادلة هنا إذا نشيل اللين هنا راح يصير هنا ثيتا اوف تي ناقص تتحول الى قسمه لثيتا انيشال، وهي في نفس الوقت هي تي اوف تي تمبرشر اوف تايم ناقص تمبرشر انفينيت ناقص على تي انيشال ناقص تي انفينيت. هذا المقدار يساوي اذا الجهه الثانيه اكسبونينشال ناقص ام تي رياضيا بهالشكل، وبالتالي هاي المعادله النهائيه هي تمثل لي الحل النهائي لمعادله الترانزيت هيت كوندكشن، وبالتالي اقدر احسب التمبرشر والتايم من هذه المعادله. طبعا كميه الحراره اللي انتقلت خلال فتره زمنيه معينه الى البودي هي تساوي ام في السي بي في التمبرشر النهائي ناقص التمبرشر الابتدائي. ايش وقت تصل هاي التمبرشر الى اقصى مقدار حقيقه؟ لما تساوي تي انفينيت، يعني لما التمبرشر تصل الى درجه حراره المحيط تكون اقصى كميه حراره انتقلت الى البودي، وبالتالي هنا تي انفينيت اوف تايم تصير تي انفينيت عند الماكسيمم هيت ترانسفير، تصير ام سي بي تي انفينيت ناقص تي انيشال. مصطلح اخر اللي هو حقق هنا المساحه على الحجم الى قيمه معينه، فبالتالي هنا حقيقه يسموه الكاركترستكس لينث اوف بودي اللي هي هنا اكسبوز توتال اوف كونفكشن باي ذا لامبد كاباسيتي ميثود اللي هي حقيقة هنا يسموه الطول المميز. الطول المميز يساوي لي حجم البادي المعين على مساحة السطحية مالته، حجم البادي على المساحة السطحية. أي شكل نطلع حجمه نقسمه على المساحة السطحية يطلع لنا الطول المميز اللي هو الكاركترستيك لينث. أيضا عندنا هذا الام قلنا هو مقدار اتش على رو سي راح يكون، لانه انت عندك هنا الفوليوم والمساحه موجوده بالقانون، فهذا راح يتحول الى ال سي. الام يتحول هنا يصير اتش على رو سي ال سي، وبالتالي راح نتعامل مع ال سي وفق الشكل. هنا طبعا عندنا بعض الجيومتري الاشكال، نشوف سوليد سفير كرة، بالنسبة للكرة الصلبة تكون الطول المميز هنا الألسي هو الحجم الكرة على مساحة سطحية الكرة، وبالتالي يصفينا نصف القطر على ثلاثة أو القطر على ست. بالنسبة للسوليد كيوب اللي هو راح يكون مكعب سوليد الحجم ال تكعيب على ستة ال تربيع المساحة السطحية، وبالتالي ينتج لنا ال أوفر ستة. Characteristic length of solid cylinder نفس الحالة الحجم مال السلندر على المساحة السطحية للوتشين زائدا السطح الجانبي، وبالتالي ينتج لنا هذا R في الال على 2 R زائدا R، والال هو طول الاسطوانة. أما إذا كانت اسطوانة جدا طويلة فنقدر نهمل هنا المساحة السطحية للوتشين، وبالتالي تصفينا المعادلة بهالشكل هذا فقط لل طول، وتكون R على 2 أو دايمتر على 4. للسوليد لارج سكوير بليت عندنا سكوير بليت، أي بليت مربعة تكون المساحة السطحية مالتها 2 في الأي ويتشين، لأن هاي الأي هي المساحة السطحية، وعندك هنا الحجم L اللي هو الثيكنس في المساحة السطحية يطلع لك حجم البليت، وبالتالي يطلع لنا الطول المميز اللي هو الكاركترستيك لينث ال اوفر 2. اذا عندنا خمس اشكال ممكن نتعامل وياها. نشوف هنا ناخذ مثال اول 4-1
using lump system analysis determine the time required, الزمن اللازم for a solid steel ball, كرة من الستيل صلبة of radius 3 سنتيمتر والكي منطي والكثافة منطيها والheat capacity منطي والspecific heat to cool from, احنا نبردها حقيقة من الالف درجة المئوية الى 250. شقد فترة زمنية نحتاج يريد اذا خليناها في هواء وضعناها في هواء اكسبوز ستريم طبعا تيار من الهواء بدرجة حرارة 50 درجة مئوية كان الهواء 50 درجة حرارة درجة حرارته ال H منطي هي ترانسفير كوفيشنت 100. طبعا احنا نجي هنا نطبق القواعد اللي اخذناها. اول شيء ناخذ الطول كاركترستيك لينكت نطلعه للبول اللي هو هنا تكون كروية فمقدار R على 3 وبالتالي هنا راح نقدر نطلع قيمته 1 سنتيمتر او 0.01 متر. هذا الطول المميز هنا. روح طلع قيمة الـ M H على رو C L C اللي طلعناه منه تطلع 0.00275 سكند للسالب واحد. الآن احنا نريد فترة زمنية اللي تمنى الفترة الزمنية نجي نطبق قانون اللامبت هذا النهائي. الـ T النهائية عندي 250 الـ T للمحيط الهواء ناقص اللي هو حق 50 ها. وعندك ألف تي الابتدائية تي انيشال وعندك تي الهواء 50 اكسبونيشال مقدار الام نضيفه هنا نحطه في التايم اكسبونيشال تايم. هنا ناخذ لين للطرفين هذا راح يطلع لك رقم ناخذ لين يطلع هنا الرقم هذا لجهة اليمين اليسار جهة اليسار يصير اللين مالته هنا اذا ناخذ له يصير الاس فقط الاس مال اكسبونيشال النزله هنا باشارته فبالتالي راح يكون عندنا فقط التايم هو المجهول يطلع مقدار التايم بهالشكل هذا اللي هو 567.5 سكند او تساوي 9.46 منت اذا قسمته على 6. إذا هاي فترة زمنية اللي نحتاجها لتبريد هذه الكرة من 1000 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية. هذا كله يسر حقيقة على أي عمليات تبريد في عمليات التصنيع الموجودة من خلال الكوينشنج اللي يصير على المواد. أما إذا نجي المثال الآخر فلونج ستيل بار هنا أنا بار شلون نتعامل وياه راديوس منطينا ومنطي الكي مالته ومنطي الرو والسي ودرجة حرارة أيضا تبريد من الألف إلى 250 ومعرضة نفس الهواء أيضا بالخمسين درجة مئوية واللي هي ترانسفير كوفيشنت 100. هنا شوف لونج ستيل قال لونج ستيل نجي شلون نتعامل ويا اللونج ستيل بار لونج ستيل بار هنا البار ار على 2 ار ليش يعتبر اسطوانه طويله ار على 2 هاي سوليد لونج اي شيء لونج يعني اسطواني نعتبره هنا سوليد لونج سلندر بار يعتبر اسطوانه لان منطقه نصف قطر او قطر فيصير نصف القطر على 2 هذا الطول المميز مالك. نجي هذا الطول المميز طلع 1.5 سنتيمتر حول المتر واجي اقسم احسب قيمة ال M H عندي وعندك ال Rho وال C وال L C انت مطلعة بس اهم شيء تنتبهوا الوحدات وحدوها يعني خاف وحدات ما موحدة توحدوها يطلع مقدار الام هذا والى وحدة
سكند للسالب واحد. وبعدين نجي نطبق قانون اللامبت، هذا النهائي قلنا احنا وصلنا للحل النهائي. نشوف شنو كل المعاليم ذني، هنا أنا فقط التايم مجهول، وناخذ لين للطرفين. ارجو التدريب على موضوع اللين، لانه أم تعرف خطأك اذا ما تعرف تستخدم الحاسب. وبالتالي هنا راح يطلع لك مقدار التايم اللي هو 851 سكند. نحتاج 0.27 سكند نحتاج لتبريد هذا البار من الالف درجة مئوية الى 250 درجة مئوية، او ما يساوي 14.19 منت. اذا اساسا احنا حقيقة نستخدم نطلع الطول المميز دائما، ومن ثم نروح نطلع مقدار الام، وبالتالي راح نقدر نستخدم معادلة اللامبت على مود نشوف المجهول الموجود نقدر نطلعه من هذه المعادلة. موضوع سهل وسلس جدا، بس يحتاج له حسابات مضبوطة. نفس الحالة لو نجي المثال الثالث، لارج ستيل بليت. شوف هاي البليت الموضوع الأخير الخامس، الفقرة الخامسة اللي أخذناها، منطق الثيكنس مالته ال 3 سنتيمتر، يعني ثيكنس يكفي، يعني مقدار معناه ال بالقانون مالته، ومنطق الكي والكثافة والسبيسيفيك هيت، والتبريد أيضا من الألف إلى 250، والهواء اللي يبرد مقداره 50 درجة مئوية درجة حرارته، والهي ترانسفير كوفيشينت 100 درجة مئوية. أيضا نريد زمن لتبريد هذا الستيل بليت. إذا إحنا نجي ستيل بليت، نرجع لستيل بليت هاي لارج سكوير بليت بالضبط، هذا الأل ثيكنس على 2، ثيكنس منطقية على 2 يطلع مقدار الطول المميز. وبالتالي إحنا نقدر نحل إذا عرفنا قانون، نعرف يا حالة نستخدم مال بليت أجيب له طلع 2.5. طبعا هنا بالصدفة طلع نفس المثال اللي قبله، الأبعاد يعني حول المتر سنتيمتر حول المتر، وبعدين طبعا تقسم على 100 حول المتر، بعدين نروح نطلع مقدار الأم اتش 100 على الكثافة في السي في. وأركز دائما انه يجب ان تكون الوحدات متجانسة، قد يعطيك الكثافة بغير وحدة لازم تحولها الكيلوغرام بير متر تكعيب، وقد يعطيك السبيسيفيك هيت بغير وحدة تحولها للجول بير كيلوغرام سكند، وهنا لازم بالمتر، ونفس الحالة بالنسبة للهيت ترانسفير كوفيشنت بالواط على متر تربيع سنت، لان هاي الوحدات حتختصر مع بعض، وبالتالي يصفي لي فقط هنا السكند سالب واحد، هاي تنتبهولها الوحدات، قد تكون هنا الامور بها عدم تجانس بالوحدات. الان نروح نطبق اللامبت هنا، هذا قانون مال اللامبت النهائي تايم تيت اوف تايم، قلنا نرجع نعيد اللي هي درجة حرارة النهائية بعد التبريد هي 250، تي انفينيت عندنا 50، والتي الابتدائية هي 100. شوف هنا عملية تبريد، ممكن تكون عملية تسخين إذا عكسنا درجات الحرارة، بس هنا عندنا عملية تبريد ناقصها 50 في الإكسبونيشال هذا المقدار. نجي ناخذ اللين للطرفين هنا، هذا طبعا راح يطلع رقم، احسبه كرقم 250 ناقص 50 على 1000 ناقص 50، طلع رقم، اخذ اللين مالته يطلع لك هنا بالسالب، عندك هذا ايضا اللين مالته يكون مجرد المقام اس الاكسبونيشال، فالتايم هو الوحيد المجهول، بالتالي تطلعها بالسكند 851.27 سكند، وتقسمها على 60 تطلع لك بالمنت بالدقيقه، تحتاج زمن بالدقيقه. اذا الموضوع سلس جدا، فقط نحتاج انه نضبط حساباتنا ونعرف يا قانون نستخدم للكاركترستيك لينك للجيومتري المعني بالمساله،